تحديات عديدة ينتظرها المارد الأحمر مع مطلع العام الجديد، بعد أن خرج من عام 2020 منتصراً وفائزاً بثلاثية التاريخية الدوري العام وكأس مصر والبطولة الإفريقية. ومع تصدر الأهلي لقمة الدوري العام برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد مع وادي دجلة، يدخل أبناء قلعة الجزيرة مباراة الإنتاج الحربي رافعين شعار لا بديل عن الفوز من أجل استمرار الصدارة للمسابقة المحلية. ومع بداية الشهر المقبل يدخل أبطال إفريقيا تحدياً عظيماً وعالمياً غاب عنه النصر الأحمر ما يقرب من 7 سنوات كاملة، عندما يشارك رفاق الحارس محمد الشناوي في منافسات كأس العالم للأندية، وينتظر الجميع موعد قرعة المونديال في 19 من يناير الجاري. وبالطبع يأمل عشاق القلعة الحمراء في رؤية فريقهم في مواجهة عالمية مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا وإحدى القوى العظمى حاليا في كرة القدم. وتحت شعار النجمة العاشرة السمراء تنتظر كتيبة المدرب القدير بيتسو موسيماني مهمة جديدة في أدغال إفريقيا، عندما يلتقي المريخ السوداني مع منتصف الشهر القادم في أولى مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحمل المارد الأحمر لقبها الأخير. ويلعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة التي تضم بجانب المريخ فريق فيتا كلوب الكونغولي وفريق سيمبا التنزاني. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد في هذه الفقرة الحوارية اللي منورنا ومشرفنا من خلالها اسم كبير يعني وتاريخ محترم جدا مع النادي الأهلي، وطبعا أكيد هنحب نتكلم معه عن كثير من النقاط المهمة متعلقة بالدوري العام، رأيه ورؤيته للدوري العام وللمشوار الإفريقي، وطبعا كاس العالم للأندية بطبيعة الحال من المواضيع الملحة جدا والمهمة جدا اللي لازم طبعا نعرف رأيه فيها. كابتن محمد عامر صباح الفل على حضرتك. صباح الفل كريم، متشرفين بوجودك. الله يبارك فيك يا كريم، وكل سنة وانت طيب. صباح الخير يا كابتن محمد، وسنة سعيدة علينا إن شاء الله، وربنا يزيح الغمة اللي احنا فيها دي. آمين يا رب، ويحمينا من كل سوء يا رب. أمين يا رب. ودايما الأهلي بإذن الله في انتصارات، ويمكن دلوقتي احنا لعبنا 5 ماتشات لحد دلوقتي في الدوري الحالي. ناخد من حضرتك كده سريعا برضو تقييمك في الأداء حتى هذه اللحظة، والنهاردة بنتكلم عن الأهلي والإنتاج الحربي، فكده نقدر نقول يعني موسيماني وصل لتشكيلة ثابتة ولا لسه برضو؟ والله طبعا هو المهم في لموسيماني ان هو يوصل لتشكيلة ثابتة، والمهم جدا ان هو لما يوصل لتشكيله ثابته، عشان احنا جايين الشهر الجاي رايحين كاس العالم للانديه 1 فبراير، عشان حتى نبقى في تجانس وترابط وفي قوه في الاداء، لان لما بلعب انا جنب لعيب واثنين فتره طويله بنحفظ بعض، بنحفظ يعني كل واحد بيبقى ليه واجبات دفاعيه وهجوميه، لما ده بيتقدم ده بيتاخر ده بيستنى، الكلام ده مش متاح في الظروف اللي احنا فيها وظروف كورونا اللي مخليه موسيماني في حيره دايما في التشكيل. صحيح، لان مفيش لعيبه ثابته فعلا، كل شويه غيابات، كل مباراه بيخرج 3-4، كل مباراه لو ما خرجش 10. فطبعا برضو تحيه ليه وتحيه للجهاز الفني والاداري ان هو في كل هذه الظروف وقادر ان هو يمشي بخطى ثابته، يعني اولا الروتيشن اللي بيعمله مع اللعيبه في واللعيبه اللي رجعت من الاعراض عملت لنا برضو اضافه كويسه جدا، اللعيبه اللي اتصعدت، اللعيبه اللي جت من بره، طاهر محمد طاهر، بدر بنون، اللعيبه دي بواليا برضو اضافه كويسه جدا. انا شفته اول ماتش يلعبه كان هايل، هو لسه طبعا ما خدش على الاجواء وما خدش على 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 لعيبته، لكن قادر موسيماني ان هو يعمل روتيشن بشكل كبير. هو بالمناسبه كابتن عامر، يعني بعيدا عن حسابات كورونا اللي لخبطت الدنيا، بس هو التجهيز تحديدا للاعبين بيفرق لما يكون اللقاء اللي هم داخلين عليه لقاء افريقي ولا لقاء مختلف طبيعته مختلفه زي مثلا كاس العالم للانديه؟ هل التجهيز بيختلف باختلاف البطوله ونوع المنافسين؟ خالص، النادي الاهلي بيختار لاعبته لكل المواجهات، والنادي الاهلي ما عندوش ان هو هيجيب لعيبه للدوري المحلي ولعيبه للبطوله الافريقيه ولعيبه لبطوله كاس عالم الانديه، لا، هو بيختار لعيبه للبطولات،
وبيغرس جواها ازاي يكسب، يبقى عنده الرغبة في الفوز، عنده الدافع ان هو يجيب بطولة، ده كله بيجي. لكن الظروف بقى اللي هو بيعيشها في اصابات، في ازاي انه بيرجع اللعيب كمان من 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 كورونا، ما هو اللعيب اللي بيجيله كورونا دوت بيبقى راحة تامة، فبيفقد نسبة كبيرة جدا من لياقته البدنية والفنية. أو الإصابات كابتن محمد زي سعد سمير مثلا، قعد يمكن من 2019 ديسمبر 2019 مصاب ولعب في الماتش اللي فات، يعني بس برضه قدرة إن هو يرجع مرة تانية وبمستوى رائع، ده شفناه في الماتش الأخير. لا أنا بتكلم على اللي بيغيب أسبوع وبيبقى عنده كورونا ويرجع، إزاي هو بيدخله واحدة واحدة، وبيدخله مش 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 مره واحده عشان يتصاب. يعني الماتش بتاع سيراميكا منزل كهربا ومنزل وليد سليمان نزل اخر خمس دقائق، يعني نزل اخر خمس دقائق، وانا يعني بنخلع القبعه لوليد سليمان، رجل محترف بمعنى الاحتراف، اي وقت بينزله خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعه بينزل يأدي كانه في المباراة من 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 اول 90 دقيقة. ف بيقدر موسيماني ان هو بيرجع اللعيبة تاني عشان يقدر يحافظ بقدر الامكان على اكبر ثبات للتيم. يعني لو 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 هو محافظ على 70%، وال 30% دي ناس بتخش وتطلع، الناس بتخش وتطلع، فده بقى يعني ده حاجة بالنسبة له كويسة جدا. بالمناسبة رؤية حضرتك للأهلي في كأس العالم للأندية، مش هقولك توقعاتك بس شايف الصورة بشكل يعني عام إزاي؟ يعني من عودة من جديد لمشاركة أهلوية في هذا المحفل الدولي، فطبعا يعني حدث، هو طبعا النادي الأهلي قبل كده ما كانش رايح عشان يبقى بيطلع بشكل مشرف أو الكلام ده كله، كان رايح بفعلا بينفذ وعاوز ياخد مركز من المراكز الثلاثة الأولى، وده حصل قبل كده. والنادي الأهلي فعلا لو قدر إن هو يحافظ على لعيبته في الفترة القادمة دي ويثبت تيمه، هيبقى لنا شكل تاني جدا في وطبعا لسه القرعة ما اتعملتش بتاع كاس عالم الأندية، لكن هيبقى للنادي الأهلي شكل تاني خالص في كاس العالم الأندية. احنا ما بنروحش للتمثيل المشرف زي ما بنقول، لا احنا بنروح عشان بإذن الله. ما هو حضرتك لازم يكون طموحاتك كبيرة، لما الطموحات دي تقل ما تبقاش قليلة قوي، ما تروحش اقول انا لا اروح عشان يبقى تمثيل مشرف ابقى اسمي ان انا رحت، لا انا اروح عشان اخد البطوله واسعى ان انا اخد البطوله، لكن في الاخر ربنا بقى هيعمل ايه، هو ده اللي هيكتبه ربنا سبحانه وتعالى. الاجتهاد والتخطيط والتدريب كل ده بيفرق. يمكن احنا قلنا انا وكريم الكلام ده اول امبارح، كنا بنعلق على ماتش ليفربول واستون فيلا اللي هو لعب بالناشئين، استون فيلا امام ليفربول فريق اول، بنتكلم على ماني موجود ومحمد صلاح والفريق كسبه ليفربول 4-1، لكن اللعب كان خطير، ويمكن نقاد رياضيين كتير تحدثوا قد ايه كان في يعني مفاجاه في المباراة، اللي قدروا 16 سنة ان هم يلعبوا بشكل محترف امام ليفربول فريق اول، فمحدش عارف فعلا يعني كل شيء جاي. الدفع طبعا بالناشئين وبالدم الجديد وبالوجوه الجديدة دي اصلا كمان بتدي دفعة وبتقلق اللعيب الكبير ان هو يعني خايف على 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 مكانه. يعني احنا في موسيماني لما يبقى فيه ناصر ماهر ويبقى فيه اللعيبه اللي هي رجعت محمد شريف واللعيبه اللي هي رجعت الصغيره وموجوده دلوقتي بشكل اساسي موجوده جوه، فدي بتدي روح من التنافس الايجابي الشريف بين محمد شريف مثلا وكل رؤوس حرب اللي موجودين، صلاح محسن على كل الموجودين في التيم. فطبعا حضرتك بتتكلمي على فرق بتاسس فعلا الناشئين، ولما بتحط ناشئ بتبقى حاطه بشكل جدي وشكل ان هو يبان بصوره جيده جدا. وروح الاهلي ان شاء الله تكون دايما موجوده زي ما تعودنا، ولعله خير باذن الله. يعني باذن الله ان شاء الله. انا عايزه اروح بقى مع حضرتك لفكره البعض بيقول، يعني ويمكن حضرتك السؤال ده طرح ليك قبل كده في احد البرامج التلفزيونيه واتقال لك هل الحظ هو السبب في خدمه الاهلي؟ فانا عايزه اسمع حضرتك الرد على الموضوع ده. لا طبعا، هو انا كنت قاعد بره مستمتع بالارشيف اللي حضراتكم كنتوا بتزعوه مع اخونا محمد صادق من الخمسينات، واحنا والنادي الاهلي بيكسب
الخمسينات الاهلي بياخد بطولات تاريخ. هو فيه عمل او نجاح بيجي هباء، بيجي بدون اساس طبعا. لازم يكون ليه اساس، لازم يكون ليه. النادي الاهلي عامل، ولو جه في مره مش هيستمر بال ايوه طبعا. لو جه لو جه على رايي، لو جه في مره مش هيستمر. صحيح. لكن الاستمراريه ده يعني ايه؟ في اداره، في سياسه عامه للنادي، كل مجالس الادارات اللي بتيجي تمشي عليها، كل اللعيبه اللي بتيجي سواء من لعيبه من الاقاليم، لعيبه من اي من بره، من دول عربيه، من افريقيا، بيجي بيتاقلم عليها وبيشتغل فيها. فده ما بيجيش من فراغ. يعني كون النادي الاهلي بينجح وبيجيب بطولات، والنهارده عدد البطولات في النادي الاهلي يعني بتضاهي عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونه. صحيح. وعالميا مش محليا بس. صحيح. احنا بس نستاذن حضرتك نقف عند النقطه دي، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. طبعا. مره ثانيه اتفضل. نخش في تفاصيل شويه، حاجات بتتردد يمكن على الساحه، ونعرف من حضرتك برضو كده رايك. فكره ان مثلا صفقه والتر بواليا، ناس كتير قالت في الاول واو دي صفقه رائعه، بعدين ناس جت على السوشيال ميديا بعد ماتش سيراميكا هجمت برضو بشكل غريب وعليه علامات استفهام بصراحه. خلينا نعرف من حضرتك. هو بص حضرتك، هو الناس بتبص بوجه عام طبعا، كل واحد بيبص سريعه الحكم من كمان البعض من منظوره هو. صحيح. واحنا كفنيين بنطمنهم ان اولا ده لعيب انا شفته اول مره، وصعب الحكم على لعيب من اول مره. لكن انا مع ذلك كان مرضي بالنسبه لحضرتك في اول مره. نعم. ومع ذلك كان مرضي بالنسبه لحضرتك. كان مرضي جدا جدا. لا ده هيبقى كويس جدا، لانه لعيب قوي وسريع وفي مميزات كتير قوي، بيقدر عنده قرار. الناس بتقول انه ضيع وبدات تهاجمه. الجول يعني. انا اللعيب اللي بيضيع اذا بيتحرك كويس، اذا بيخلق نفسه في مكان مكان الفرصه. شخصيه واضحه صريحه جدا. لا لا لعيب حقيقة. لعيب كويس، لعيب كويس جدا. لسة هو بس لسه يعني ما اندمجش مع اللعيبه، ولسه ما فهمش اللعيب ده لما بيمسكها كده هيحطها فين فيجري له. يعني برضه ده بياخد وقت. اكيد. انا بتكلم بقى كمان يعني الدوري العام بصفه عامه، اسكان هو قوي دلوقتي فهيبقى اقوى بعد كده. لان زي ما بواليا ده برضه لسه جاي وهيندمج وهيبقى مستواه اعلى. اللعيبه الثانيه برضه نفس الشيء. طبعا. انت في اضافات لكل الفرق الدوري، ده في فرقه مثلا جايبه 23 لعيب، في فرقه جايبه 22 لعيب، وفي 18 ده فرقه جايبه فرقه. ما هو 23 ده لعيب، ده مش جايبه فرقه، ده جايبه فرقه. صحيح. بالاحتياطي. صحيح. يعني ناقص يجيبوا الجهاز الفني كمان. واضافات كويسه، يعني هي مش اضافات وحشه، لا ده اضافات كويسه. بس طبعا هذا الكم من اللعيبه، العدد الكبير دوت بيحتاج وقت، بيحتاج وقت عشان يبقى فيه انسجام وترابط بين الخطوط وبين وتوظيف المدرب او المدير الفني لهؤلاء اللعيبه. التوظيف الصح هيخلي اللعيبه دي في الدور الثاني الدنيا صعبه جدا جدا. الماتش هيبقى مش هتعرف مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر، مش هتعرف، لان اللعيبه دي لما هتندمج مع بعضيها. وده هيجي دور هنا دور الاجهزه الفنيه، ان هي ازاي توظف هذه اللعيبه بالشكل اللي ياخدوا منهم الاستفاده الكامله اللي يقدروا يوصلوا بيهم. بس خليني اقول لحضرتك حاجه كابتن محمد، برضو اللعيب ليها دور كبير، وده شفناه في ضربه الجزاء اللي اتفقوا سعد سمير مع وليد سليمان ان بدر بنون هو اللي يشوطها، فدي كانت برضو روح حلوه جدا احنا شفناها، ويعني موجوده دايما في الاهلي. الروح دي موجوده من زمان. لما كان يعني روس حرب قبل كده بيبقوا على جول ولا جولين يبقى هداف الدوري، اي ضربه جزاء بتيجي بيجيبوه ويحطوه عشان يبقى يعني يزود رصيده. كل حتى احنا كمدربين بعيد عن المدربين اللي بيشتغلوا جوه النادي الاهلي، لو محتاجين ان احنا نساعدهم في حاجه هنساعدهم. ده يمكن ضربه الجزاء لسه كنت بتكلم عليها. لا بدر بنون ده حاجه اضافه جداً. كبيره حقيقة. جدا جدا جدا. انا يعني انت عارفه انا ببقى قاعد اتفرج على المباراه كاني انا اللي بلعب. اكيد يعني أكيد. بحس باحساس
ما كنت في الملعب طبعا. وعندي مسؤوليه ناحيه جمهوري وناحيه ناديه، ببقى قاعد في لعيب بيشد انتباهك طبعا. زي بدر بنون شد انتباهي في كام كوره مسكهم ولعبهم لقدام، فبدات اتابعه يعني، بقيت اتفرج على النادي الاهلي عشان اتابع بدر بنون، ببص عليه الاقيه بيقطع وعارف هيلعبها فين. يعني في الكره اللي جت جول بتاع توليد سليمان، قطعها من ورا حطها اليو ديانج حطها معلول عملها لوليد سليمان جابها جول. بيلعب لقدام ما بيلعبش لورا خالص، ولا كره لعبها بالعرض او لورا، فلعبه دايما قاطع. واللعب القاطع لقدام دوت ده لعب مفيد جدا، اولا بيوفر وقت وبيسرع اللعب اللي قدامه، بيسرع الهجمه اللي قدام، ما بيديش فرصه للفرقه اللي قدامك انها تغطي. يعني انت لما في سيرد باك يمسكها ويحطها تحت رجله ويعمل كده هيكونوا المدافعين بتوع الفريق المدافعين خلاص اللي كان واقف غلط وقف صح طبعا. وبيرتبوا نفسهم، لا الكرة بتطلع من رجله مفاجأة لقدام، حتى لو في ضغط من الفريق التاني. أيوة يمكن بالزبط. صح شفناه، فده حاجة. وبعدين بيستلم في وسط الزحمة، عنده هدوء أعصاب وثقة، ما هوش متصربع، عنده ثقة في نفسه، يمسكها وبيحطها لزميله بشكل فيه ثقة جامدة جدا. طيب لو حضرتك دلوقتي عندك الفرصة ان انت توجه رسالة للاعب او بشكل جماعي لفريق النادي الاهلي المقبل على بطولة يعني ولا أكبر ولا أهم، كأس العالم للأندية، تحب تقول لهم إيه؟ أنا عاوز بس أوجه رسالة للعيب، وبعدين هوجه رسالة لكهرباء. كهرباء أنا جيت في وقت من الأوقات هاجمته بشكل كبير جدا، مش هاجمته إن أنا بوقعه يعني. لا أنا هاجمته عشان هو كان نرفز جدا، وكان بيتعصب كتير في الملعب، وكان ده واخد جزء كبير من جهده، واخد جزء كبير من تفكيره. لما بدا يهدى، بدا يفكر، بدا يركز مع فريقه النهارده، هو هداف الدوري يعني، هو بينزل بيغير من شكل الاداء صحيح. هو وليد سليمان وقفشه بصراحه لا طبعا، ما احنا بنتكلم، قفشه كان بعيد زي بلاي ميكر عشان يعني. خاطر ان هو كان في كورونا ورجع برضو قفشه من البلاي ميكر الممتازين جدا في مصر، ولا غنى عنه في حضرتك شايف ان كهربا في الفتره الاخيره اكثر هدوءا، فبالتالي اكثر انتاجيه في الملعب. وانا بقول له يا كهربا، ركز كمان اكتر، هتبقى أحسن لعيب في مصر، لأنك أنت عندك النزعة الهجومية كبيرة جدا، مهارات عالية جدا، أنت بتضيع جوال كتير جدا، ده دليل إن أنت بتخلق نفسك في 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 في, في أماكن محترمة جدا، وكونك أنت بتضيع كتير يبقى أنت هتجيب، هتبقى هداف الدوري إن شاء الله السنة دي، وهتبقى بشكل أحسن من اللي أنت بدأت عليه أول ما جيت النادي الأهلي. طبعا النصيحه للاعيبه النادي الاهلي قبل كاس العالم، احنا نجتهد ونبقى رايحين كاس عالم للانديه، واحنا اول دوري لما هنبقى دايما على المقدمه، دايما هنروح هناك نلعب على المقدمه، وانتوا قادرين فعلا ان انتوا زي ما قدرتوا ان انتوا تاخدوا بطوله افريقيا اللي توصلكم لكاس عالم الانديه، تقدروا ان انتوا توصلوا تروحوا كاس عالم الانديه وتحرزوا مركز متقدم ان شاء الله، وان كان يبقى الاول ان شاء الله وناخد البطوله يا رب ان شاء الله. طيب خليني اروح مع حضرتك بقى وبعض الاسئله كده عن اللعيبه برضو. الاعاره الاخيره لاحمد ياسر ريان، وراي حضرتك وفكره برضو هنا البعض بيطالب برحيل صلاح محسن، ده الصراحه. بص حضرتك، الجهاز الفني اكتر لعيب، اكتر ناس تقدر تقول انا محتاج ده دلوقتي في الوقت الحالي او مش محتاجه. مش معنى ان هو راح اعاره، احنا اللي راح اعاره ورجع بشكل جيد جدا صحيح. هم شايفين ان ياسر ريان وصلاح محسن محتاجين ان هم يلعبوا كتير، فرصتهم في اللعب في الوقت الحالي هتبقى قليله. بس هو تألق احمد ياسر ريان في ماتش سيراميكا بصراحه. لا متألق، ده لعيب كويس، لعيب كويس، ده كان معايا في قطاع الناشئين، ويعني انا اللي مربيه يعني، فلعيب من اللعيبه الكويسه جدا صحيح. لكن لما هيقعد كتير
يعني احنا بنقول بلغه الكوره اللعيب ما بيقعد كتير بيصدي. فاحنا مش عايزينه، احنا عايزين نستفيد بيه في السنين الجايه. لما يروح اعاره السنه دي يجي السنه الجايه هيبقى احسن ما جه بالاعاره الاولانيه. تمام. فصلاح محسن لما هيروح هيلعب هيجيد في اللعب، لياقته البدنيه. هل تتكلم عن احمد ياسر ريان ولا صلاح محسن؟ على اي حد يطلع اعاره دلوقتي. ما هو احنا بواليا ده وصل، وفي محمد شريف، ويعني في الحته دي بقت اتزحمت شويه. فما ينفعش ان احنا نقعد لعيب سنه كامله من غير ما يلعب. ايوه. احنا نخليه يستفيد ماديا حتى، ويستفيد فنيا ان هو يروح الاعاره ويرجع لنا بشكل احسن. جميل. طيب وعلى الصعيد الافريقي حضرتك شايف يعني فرص النادي الاهلي في الفوز بالنجمه العاشره وفي الادوار الاقصائيه، متوقع ان مين اللي يكون ند فعلا وخصم قوي جدا؟ هل الترجي التونسي؟ هل سان داونز؟ هل الزمالك؟ والله بص حضرتك، الـ كل اللي حضرتك سردتهم دول ممكن يكونوا في النهائي، لان هم وصلوا زيهم زي النادي الاهلي طبعا، وهم بنفس قوه النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي البطولات الافريقيه اللي خدها يعني بيتعداهم في ان هو عنده الخبرات الافريقيه اللي يقدر ان هو يفوز بهذه البطوله. بس هي النقطه دي يعني ممكن تكون سلاح ذو حدين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البطولات السابقه الكثير اللي حققها النادي الاهلي بطبيعه الحال بتديله زخم وثقل في عيون المنافسين، وفي نفس الوقت المنافسين بيستعدوا وبيجهزوا نفسهم اضعاف التجهيزات المعتاده او الاعتياديه لو كانوا هيلعبوا حد ثاني غير الاهلي. فانت كده بتسخن المنافسين عليك. انا معاك النقطه دي، اصل النقطه دي عمرها ما هتتلغي. هي موجوده طول العمر، طول ما انت بتاخد بطولات الفرق كلها هتبقى مستعده. عندك حق. يعني انت في الدوري المحلي بتيجي تلعب فرقه صغيره لسه صاعده من 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 الدور الثاني، من الدرجه الثانيه، كل ده اللي ما حلقش بيروح يحلق، اللي عنده شراب مقطع بيجيب شراب جديد، يعني بيعد العده للنادي الاهلي. طبعا. ده غير ان هو حلمه انه يروح يلعب في النادي الاهلي. اكيد. اكم لعيبه كتيره، انا منهم انا. انا يعني في الوقت اللي انا جيت فيه النادي الاهلي موسم 77، انا كان معروض عليا ان انا اروح مع كابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه نادي الشباب السعودي، وهاخد فلوس انا وحمدي نوح وكان مصطفى عبد الفضيل وكان مجدي كامل بتاع السكه، كنا رايحين وهناخد فلوس كتيره. انا فضلت ان انا اقعد في النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيتمناه كل واحد، كل لعيب، لان النادي الاهلي ده حاجه يعني لا تقدر بفلوس. فيعني فالامور دي محسومه ان النادي الاهلي يعني. جميل جدا كابتن محمد. فاضل طيب دقيقتين بس، حابة أروح مع حضرتك لنقطة أخيرة وهي خاصة بباتسو موسيماني. وأنا يمكن من الناس المعجبة جدا بصراحته في المؤتمرات الصحفية اللي بتالي الماتشات دايما، يعني هو دايما بيتحدث عن نقاط الضعف أكتر من نقاط القوة، يعني بيتحدث عن ما ينقصه أكتر ما بيتكلم عن مميزات أو إيجابيات حصلت في الملعب. فأنا شايفة الصراحة دي أكتر من رائعة. ويمكن حد من الزملاء الصحفيين برضو تحدث أو كان بيسألوا عن الغيابات والإصابات الموجودة، هو رد عجبني جدا، قال الاهلي بمن حضر ماليش دعوه مين مش موجود، مين مصاب، مين عنده غياب، انا ليا بالفرقه اللي انا بلعب بيها. هو بيتكلم كلام مظبوط جدا جدا، لان النادي الاهلي ما بيقفش على حد ابدا. يعني الموضوع المثار في الصحف والمجلات ان رمضان صبحي هيرجع، رمضان انت برايك ايه، وعلى السوشيال ميديا مش عارف ايه. انا واحد من الناس علقت له، قلت له يرجع ليه؟ النادي الاهلي مش عارف يكسب من غيره؟ النادي الاهلي بيكسب بـ 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 باي حد، باي حد موجود. وكون ان هو بيرد هذا الرد يقول الاهلي بمن حضر، ده راجل واقعي وعارف النادي الاهلي ماشي ازاي وسياسه النادي الاهلي ماشيه ازاي. تحسه فرد في عيله الاهلي خلاص. هو اولا في قبول ليه، انا صحيح. واحد من الناس بحبه جدا يعني كمان. غير ما اتعامل معاه، لكن في قبول للراجل دوت، وهو عايش مع الفرقه وعايش مع اللعيبه، واللعيبه بتحبه. صحيح. وليد سليمان الكابتن الكبير قوي اللي المفروض ما يقعدش بره، بيقعد ويلعب اخر 5 دقايق
ونازل بحب وبرضا وتحس صحيح. ان هو فعلا نازل هيجيب جول وبيجيب جول وقد كان فعلا صحيح. كابتن عامر احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدتنا ونورتنا، وان شاء الله نرجع نلتقي مره ثانيه على خير عن قريب ان شاء الله.